اقتصاد، الصف الرابع الابتدائي الدرس الخامس رموز بلدي. اول حاجه لازم نعرفها ان العلم رمز لتراث وتاريخ بلدي. علم مصر شكله مستطيل ولا دائره ولا مربع؟ مستطيل. مستطيل الشكل. يتكون من كام لون؟ ثلاثه الوان، احمر وابيض واسود واسود. الاحمر نضال ودماء الشهداء، والابيض للسلام، والاسود للظلم والاستعمار. بيتوسط الجزء الابيض زي ما احنا شايفين نسر اصفر ذهبي يرمز على القوه والعراقه، وهو النسر صلاح الدين الايوبي. يرفع العلم على الوزارات والهيئات الحكوميه والمؤسسات ووسائل النقل والمواقع السياحيه يا ياسين، والمؤتمرات والمناسبات الرسميه. إهانة العلم جريمة بيعاقب عليها الايه؟ القانون، طبعا للمادة 223 لسنة 2014. احترام العلم، كيف نحترم العلم؟ أول حاجة الوقوف باحترام أثناء تحية العلم، إن احنا نقف باحترام أثناء تحية العلم، عدم الكتابة أو الرسم عليه، رفعه عاليا وعدم لمسه للأرض، المحافظة عليه وعدم تمزيقه. نشيد ميلادي كلنا حافظينه للشاعر مين؟ محمد يونس القاضي. اما الملحن هو الفنان اسمه ايه؟ سيد درويش. شعار رمز تتخذ المحافظه يعبر عن نشاط السكان او جزء من تاريخها. شعار محافظه القاهره ايه؟ شعار محافظه القاهره عباره عن الجامع الازهر الشريف والشمس الساطعه التي تدل على ان الاسلام هو مناره العالم، او الازهر هو مناره الاسلام، ومكتوب عليها كلمة ايه تحت؟ القاهرة. العيد القومي للقاهرة، وهو الموافق يوم 6 يوليو، وهو يوافق وضع حجر الاساس لمدينة القاهرة. مين اللي وضع حجر الاساس لمدينة القاهرة؟ واحد اسمه القائد جوهر الصفدي. مظاهر الاحتفال بالعلم او بالعيد القومي، ازاي بنحتفل بالعيد القومي؟ تزيين الشوارع وتجميلها، اقامة المهرجانات، وافتتاح المشروعات. شعار محافظة المنوفية زي احنا قلنا برج الحمام، ده اللي خاص بينا بقى، برج الحمام والسنبلتين وطبعا الترس. بيوافق يوم 13 يونيو من كل عام، وهو تخليدا لذكرى دمشواي. ده كان الدرس الخامس اللي هو رمز بلدي او العلم والشعار والفرق ما بينهم. تبقوا في رعايه الله وحفظه وامن، بارك الله فيكم، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.